هل معليك يعني تفكر او يعني تحن لكرسي الوزاره مره اخرى؟ والله شوفي هقول لك، كرسي الوزاره بيبقى مرتبط بما تريد ان تحققيه من نجاح. واحنا لما جي يعني انا ظروفي لما جيت في الوزاره الحقيقه كانت في وقت بعد ثوره 2013، فكانت الامور مختلفه والواحد عايز تحديات كبيره والشارع ما كانش كده، وكان في رغبه كبيره قوي انك يعني تساعدي البلد انها تقف على رجليها بعد الاحداث الكبيره اللي عدت بيها في 2011 و2012 و2013. الوقت الدنيا مختلفه شويه طبعا، الحمد لله بعد حاله الاستقرار الشغل يمكن الحكومي اصبح روتيني شويه، اهدأ شويه، الظروف مختلفه شويه، فربما اكون بحن الفتره اللي انا كنت مقضيها، لكن ما بحنش قوي للموضوع العوده للشغل الروتيني في الوزاره. يعني بيبقى متعب لمعاليك هو مش مساله متعب، هو مساله يعني ربما يكونش في جديد تقدر تقدميه، لكن في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيه كان في تحديات كتيره. احنا جينا ما كانش في دوري، الدوري كان متوقف، وبعدين الدوري بقى مجموعتين، وبعدين عايز اعمله دوري مجموعه واحده، وبعدين عايز ارجع بث تلفزيوني، وبعدين عايز ارجع جماهير، وبعدين عايزين ندخل تصفيات افريقيا ونوصل افريقيا، وبعدين كاس العالم، وبعدين عندي شباب كتير ايديولوجيات مختلفه والدنيا مختلفه، وعندنا ناس من بره بتتكلم علينا بطريقه مش كويسه، فعايز مؤسسات الشباب ومؤتمرات الشباب تقدر تعرض او تعلن عن الوجه الحقيقي لمصر، مش زي ما كانت الصوره متاخده عننا. فكانت امور كتيره جدا مختلفه. بعد شويه بقى لما الدنيا بتستقر خلاص بيبقى التركيز كله على الكره دي اوفسايد ولا مش اوفسايد، اللعيب ده اتوقف ولا ما توقفش. انما في الاول كانت حاجات كبيره قوي، كان في مثلا مراكز الشباب محتاجه بعد فتره طويله انك تحاول تعمل تجديد ليها، عملنا ملاعب كتيره وحاولنا نوصل للناس في القرى والنجوع، نقول لهم ان بعد ثورة 2013 الدولة شايفاك ومعاك، وكان حتى يمكن يعني أي حد بيركب طيارة أو بيطير فوق أي محافظة بيلاقي ملاعب باينة جدا الخضرة من الطيارة، لأن احنا عملنا فوق 3000 ملعب. فالحقيقة كانت تحديات كبيرة جدا، ربما في وقت صعب يعني. وقت كان فيه الحالة الوطنية يعني كبيرة قوي، والناس بتأمل في أن الدنيا تتحسن وأن البلد تروح لحتة أحسن، فالحمد لله ده تم. وخمس سنين برضو كانوا صعبين جدا، يعني مش عايز أقول لحضرتك أنا كمان جيت سنة في أي حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ده كان وقت المجلس العسكري، وبعدين خرجت من الوزارة وقت الإخوان، ثم رجعت مرة أخرى بعد ثورة 2013. فمش عايز أقول لك أنا من 2011 ل 2018 دي الفترة اللي كنت موجود فيها، سبع سنين منهم سنة خارج الوزارة يعني، لكن السبع سنين دول الدنيا كانت صعبة قوي، والحمد لله يعني أتمنى نكون على الأقل أدينا أداء طيب يعني.